شوفي معي. تفاحة. لا. موزة. غلط. شهرزاد، عادي يا بنتي، بدي أحكي معك. تفضلي. حبيبتي، أنتي بتعرفي إنك بمقام بنتنا، ما هيك؟ طبعاً بعرف كتير منيح. وأنتي هلأ يا بنتي رح تتزوجي والله يهنيكي، يعني تواصلنا معك ما رح يكون مثل قبل أو مثل هلأ، وطبعاً نحن منقدر هالشي، وما رح نقدر كمان نشوف كنان إلا بالوقت اللي أنتي بتلاقيه مناسب. رح أزعل كتير إذا عم تفكري هيك. شو هالحكي؟ كنان بضل حفيدكم، وطبعاً فيكم تشوفوا للسيد كنان إمتى ما بتكون وين ما بتكون. أصيلة أصيلة، كنت عم بحكي أنا وعمك برهان عن وضع أهل أنور، يعني أملاكهم وتجارتهم وشركاتهم. هالشي ما لازم يخليك تحسي بالنقص أبداً. ما بدي تفكري يا بنتي إنه أنتي لحالك بيوم من الأيام لو شو ما صار. إيه؟ نحن أهلك يا بنتي يا شهرزاد، على الحلوة وعلى المرة. الحياة صعبة، إذا صار معك أي شي لا سمح الله، فلازم تعتبري إنه بيتنا هو مثل بيت أبوك وأمك وأعز. شكراً، هالشي بيسعدني. تعرفي البيت اللي ساكنينه؟ جده لكنان سجل له اياها باسمه، فقلت لازم تعرفي هالشي. شكرا، بس ما كان في داعي لهالشي. بعد ما الله ياخد امانته لازم تتقسم الورثه وياخد كنان حقه بالكامل، بس يعني هالبيت له معزه خاصه عنا، وما بدنا يصير مشاكل بكره مشان تقسيم الورثه. لهيك يا بنتي، وتحسبا مفروض يعرفوا انه هذا البيت صار باسم كنان ابنك. بس هيك ما بيصير. اوش، ما فيكي ترفضي جده هيك بده. اخ يا بنتي، الله يوفقك بحياتك ويسعدك دايما ويرضى عليكي.